الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة سبأ وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أيها الإخوة، أية حركة تتحركها أساسها فكرة، أساسها تصور، أساسه عقيدة. إذا اعتقدت أن الله لن يحاسب الناس حسابا دقيقا، يا أخي، الله غفور رحيم، ترى نفسك تتساهل في غش الناس وفي الكذب عليهم والاحتيال عليهم. من أين جاء الاحتيال والكذب والغش؟ من عقيدة فاسدة مؤداها أن الله لن يحاسب الناس على أعمالهم. حينما تعتقد خطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لكل أمته شفاعة تامة، مهما فعلوا من معاصي سوف يأخذ بهم إلى الجنة، الشفاعة حق، ولكنها ليست بهذا المفهوم الساذج. إذا اعتقدت خطأ هذا الاعتقاد رأيت نفسك منساقا إلى بعض المعاصي والترهات. إذا اعتقدت أن هذا النبي العظيم سيدنا يوسف هم بها، هو نبي عظيم وهم بها، إذا فسرت الآية الكريمة ولقد همت به وهم بها تفسيرا باطلا مغايرا للواقع، مغايرا لأصول اللغة، مغايرا لأعلام المفسرين، إذا فسرت هذه الآية على أنه هم بها يعني أقدم على هذا الفعل الشنيع. لكن في الأخير تذكر، هذا الاعتقاد الفاسد قد يدفعك إلى بعض الانحرافات الأخلاقية. أنا لست نبيا تقول، لكنك إذا اعتقدت أنه هم بدفعها وهمت في إغرائه، أو ولقد همت به وقف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إذا فهمت الآية فهما صحيحا فهما حقيقيا لا تسمح لنفسك أن تفعل شيئا لا يرضي الله عز وجل. إذا يجب أن تعلم أن أي عقيدة زائغة، أن أي تصور واهم، أن أي خلل في عقيدة الإنسان له مضاعفات خطيرة. يعني قد يخطئ الطيار في إلقاء القنبلة وهو في الجو مليمترات، فإذا هي في الأرض كيلومترات. طبعا الخطأ يتفاقم دائما، فحينما تعتقد خطأ عقيدة زائغة هذه العقيدة الزائغة قد تنقلب إلى معاصي كثيرة أو إلى انحرافات خطيرة. فلذلك البطولة أن ترى رؤية صحيحة ويرى، البطولة أن يقذف الله في قلبك نورا، وهذا النور الذي يقذفه الله في القلب لن تناله إلا بطاعة الله والإقبال عليه. البطولة أن ترى الخير خيرا والشر شرا، البطولة أن تفعل فعلا لا تندم عليه أبدا. حينما تندم معنى ذلك أن فعلك ليس صحيحا. إذا ندمت على فعل فعلته أو على فعل تركته معنى ذلك أن هناك خللا في الرؤية واضحا. إذا ويرى الذين أوتوا العلم، طيب إنسان نال أعلى الشهادات وهو غارق في المعاصي والآثام أليس عالما؟ الجواب لا، بكل تأكيد، لأن بعض الأئمة الكرام كالإمام الغزالي يرى أن العلم الذي ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة تتقن صنعة أو تنال شهادة، وهذه الصنعة إتقانها وهذه الشهادة نيلها
لا يعني أنك عالم بالله عز وجل، هذا موضوع جزئي أتقنته أنت، موضوع جزئي أتقنته، لكن المهم أن تتعرف إلى الله عز وجل وأن تجعل من عملك مطابقا لما خلقت له. إذن يمكن أن نقول فلان ليس ذكيا ولو كان يحمل أعلى الشهادات، من هو العاقل؟ هو الذي عرف الله عز وجل واستقام على أمره. إذن لأنه حينما تنظر إلى الدنيا نظرة جزئية، وحينما ترى المال كل شيء واللذة كل شيء والتفوق الاجتماعي كل شيء، وحينما تغيب عن آخرة أبدية لا تنتهي، وحينما تحصر كل طاقاتك في كسب المال، فأنت لست عالما لأنك أغفلت الحياة الأبدية. أنت حينما تتعامل مع كل القوى في الأرض وتنسى الجبار الأعلى وتنسى الواحد القهار الذي بيده كل شيء، أنت لست عالما. يعني لا أريد أن أقول إن هذا ليس علما، ولكن لا تغتر بشهادة نلتها ولا بعلوم حصلتها وأنت مقيم على معصية الله. يجب أن تعلم علم اليقين أنه لمجرد أن تعصي الله فأنت لا تعرفه، وبالتالي فأنت لست عالما. لا يمكن أن تسمى عالما إلا إذا عرفت الله عز وجل وعرفت منهجه واستقمت على أمره. أما إذا جعلت كل جهدك في الدنيا وغبت عن آخرة سرمدية هذا دليل الجهل. إذن وقفتنا في هذه الآية أن البطولة أن ترى، أن يتفتح قلبك، أن تتفتح بصيرتك، أن ترى أن الفلاح كل الفلاح في طاعة الله، وأن الخسارة كل الخسارة في معصية الله. هي مقياس لنا. يعني هل ترى أن فلانا أو زيدا حصل مالا وفيرا بطرق غير مشروعة، هل تقول هنيئا له يا أخي الله عطاه؟ إذا قلت هذا الكلام فاحكم على نفسك بالجهل قطعا. هل إذا قيل لك فلان يسهر في المكان الفلاني وله مغامرات كذا وكذا وله ليالي حمراء وليالي خضراء، هل تتمنى أن تكون مكانه؟ إذا كنت كذلك فاحكم على نفسك بالجهل تماما، لأنك لا تعرف الله ولا تعرف أن هذا الإنسان المنحرف الضال سيدفع ثمن انحرافه باهظا. هذه رؤية. ما من إنسان يقدم على معصية إلا ويرى أنها مغنم مغنم مغنم، لكن الذي يرى رؤية صحيحة يرى ما في المعصية من خزي أمام الله عز وجل، ومن خزي يوم القيامة، ومن إتلاف لماله، ومن إتلاف لصحته، ومن إتلاف لمكانته. يعني يرى الشر كله في معصية الله. فهذا مقياسنا. حينما ترى أن في الطاعة مغرما فأنت لا تعرف شيئا، وحينما ترى أن في المعصية مغنما فأنت لا تعرف شيئا. هي مقياس الرؤية. النصوص يعني قيمة النصوص إذا رافقتها رؤية. مثلا ربنا عز وجل قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شو جميل. إذا رأيت الفوز في طاعة الله إذن لك رؤية تطابق هذه الآية. فإن رأيت الفوز في كسب المال، إن رأيت الفوز في أن تركب سيارة فارهة جدا، إن رأيت الفوز أن تمتلك بيتا فخما، إن رأيت الفوز أن تمتلك حديقة غناء، إن رأيت الفوز في غير طاعة الله فاحكم على نفسك أن رؤيتك ليست صحيحة. ويجب أن تعلم علم اليقين أن الذي يحرك الإنسان هو رؤيته. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، هذا القرآن هو الحق هو الدستور. ما بعتقد إنسان يشتري آلة غالية جدا، كمبيوتر مثلا عظيمة النفع تدر عليه أرباحا طائلة، يعني ويذهب إلى جاره الأمي ليسأله عن طريقة استعمال هذا الكمبيوتر، مستحيل.
هذا الجهاز المعقد لا تسأل عن تشغيله إلا الشركة الصانعة، الخبراء الذين صمموه. وحينما تستشير جاهلا في قضية زواجك، وحينما تستشير بعيدا عن الله عز وجل في اختيار صنعتك وحرفتك، أنت بهذا أغفلت الخالق، أغفلت تعليمات الصانع. فلذلك الله عز وجل قال: واتبع سبيل من أناب إلي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك أن تستشير فاسقا، إياك أن تستشير معرضا، إياك أن تستشير غافلا، إياك أن تستشير أهل الدنيا، إنهم ليسوا خبراء في نفسك، إنهم يعني ينطلقون من الهوى. لكنك إذا استشرت كتاب الله عز وجل في كل حركة وسكنة فأنت مع تعليمات الصانع. يعني ببساطة، أنت كائن معقد جدا له خالق، وخالقك له هذه التعليمات، فإما أن تستعملها فتحفظ حياتك من كل عطب، وإما أن تدعها فتعرض نفسك لكل المهالك. قال: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا القرآن إذا اتبعته يهديك. هلا تقول هذا الطريق إذا سلكته يهديك إلى حلب، أما هذا الطريق إلى درعا، هذا الطريق إلى بيروت. معنى يهديك أي يوصلك. طيب، هذا القرآن حبل الله المتين، إن تمسكت به وصلت إلى الواحد الديان. هنا قال الله عز وجل: ويهدي إلى صراط العزيز. من هو العزيز؟ الذي لا يغلب، هو القهار الذي لا ينال جانبه، يعني الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، يحتاجه كل شيء في كل شيء. هو العزيز الذي لا يغلب، لا ينال جانبه. فما قولك إذا اتبعت هذا القرآن وصلت إلى خالق الأكوان، وصلت إلى الواحد القهار، وصلت إلى الجبار الأعلى، وصلت إلى العلي المتعال، وصلت إلى من بيده كل شيء؟ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لكن مع أن الله عزيز لا يغلب ولا ينال جانبه، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ومع ذلك فهو لا يفعل إلا الكمال الحميد. يعني كل أفعاله يحمد عليها. يعني هو أحيانا من أجمل ما في القرآن، أجمل ما في كتاب الله، هذه الأسماء الحسنى التي تأتي مثنى مثنى. أيام الإنسان يكون قوي، فإذا كان قويا لا يبالي بخصومه، يفعل ما لمصلحته، يفعل كل شيء لصالحه، ولا يبالي بسمعته، لا يبالي بأن يرحم الناس، هو قوي لأنه قوي. فقال: هذا عزيز بشكل أو بآخر، ولكن ليس حميدا. وقد ترى إنسانا حميدا وديعا لطيفا لكنه ضعيف، أنت ما الذي يشدك إليه أن تكون هذه الجهة قوية وفي الوقت نفسه كاملة؟ القوة من دون كمال مخيفة، والكمال من دون قوة تشفق عليه. أيام إنسان طيب درويش لكنه ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا، هذا الإنسان الضعيف الطيب الساذج أنت تعطف عليه لكن لا تعظمه. وهذا القوي الجبار المنحرف الذي يوقع الأذى بالناس تخافه ولا تحبه، لكن تخافه ولا تحبه، هذا تعطف عليه ولا تعظمه. لكن أن تكون هذه الجهة قوية إلى درجة أنه لا ينال جانبها، وكاملة إلى درجة أن كل أفعالها تحمد عليها، هو الله عز وجل. إذا تلوت القرآن وطبقته أوصلك إلى العزيز الحميد. الآن أهل الكفر استهزاء، وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل
ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أئنكم لفي خلق جديد. يعني الإنسان بعد أن يموت تصبح عظامه ترابا، يصبح لحمه ترابا. الآن لو فتحت القبر لا ترى فيه شيئا إلا بعض العظام. طيب هؤلاء الكفار أنكروا البعث، بعث الأجساد من قبورها، أنكروا اليوم الآخر، فاستهزأوا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. المقصود بهذا الرجل هو النبي عليه الصلاة والسلام. ينبئكم يعني يخبركم عن يوم القيامة وعن البعث والنشور وعن الحساب والعذاب وعن الجنة والنار، كل هذا بعد الموت، بعد أن يصبح الإنسان رميما. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب النفسي والضلال البعيد. في عذاب نفسي لأن طبيعة الحياة الدنيا صممت لتكون مرحلة إعداد للآخرة، فمن جعلها كل شيء كان فيها معذبا. أيها الإخوة الأكارم، هذه الدنيا التي نحن فيها مصممة تصميم أن تكون مرحلة إعداد لحياة أبدية، أما الذي جعلها نهاية الآمال ومحط الرحال وجعلها كل شيء وأرادها أن تكون مكان استمتاع وسعادة مادية فقد وقع في ضلال كبير. يعني مثلا قاعة الدرس مصممة من حيث مقاعدها الخشبية والجو غير الدافئ جدا، مصممة لتكون مكان للدراسة والانتباه، فمن أراد أن يستلقي ما في مكان يستلقي، من أراد أن يرتاح أن يأكل أن يشرب أن يستمع إلى شيء يشنف آذانه، هذه القاعة ليس فيها ما يشنف الآذان وليس فيها مقاعد وثيرة، هي مهيئة للانتباه للمعلم. فالحياة الدنيا الله عز وجل قال أوحى ربك إلى الدنيا أن تمرري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. أولا الحياة قصيرة، لاحظوا أن الإنسان حتى يقدر يعني يستقر بمنزل ملكه يكون في عنده دخل ثابت وعنده بالبيت زوجة بده 40 سنة، بال45 أسيد أوريك بديت معه، بال50 حصوة بحصة، بال60 كل الحياة متاعب مصممة، يعني مصممة تصميم أنه أن تتعرف إلى الله بها. فلما بتجعلها دار استقرار هي ممر وليست مقرا، إذا جعلتها مقرا أتعبتك كثيرا. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدمي. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. يعني بشكل أو بآخر إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. بتلاقي مشحونة بالمتاعب، يا أما في خلاف زوجي مستحكم، يا في دخل قليل، يا في أولاد كثر والدخل قليل، يا في أولاد نجباء والزوجة سيئة جدا، أو الأولاد صالحون والزوجة سيئة، أو بالعكس، أو أمراض. صممت الحياة الدنيا لتكون دار ممر وليست مقرا. لذلك الآية الكريمة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين جعلوا كل همهم الدنيا، جعلوها نهاية الآمال محط الرحال، جعلوا حياتهم كلها دنيا، قال في العذاب والضلال البعيد. في العذاب الآية الكريمة فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والضلال البعيد هو في متاهة يتخبط خبط عشواء. لذلك من عرف حقيقة الدنيا نقل كل اهتمامه للآخرة.
هذا الذي وعده الله وعدا حسنا فهو لاقيه. هذا الوعد الإلهي الحسن يمتص كل متاعب الدنيا، يمتص يعني زواج غير ناجح، يمتص دخل قليل، يمتص بعض العلل في الجسم، كل متاعب الحياة الدنيا يمتصها هذا الوعد الحسن. أما إذا الإنسان ما له آخرة، حياته كلها معذبة. لذلك من صفات أهل الدنيا أنهم معذبون. إذا قال لك أحدهم أنا أشقى الناس، صدقه صدقه، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أبدا. إذا رأيت في الأرض كلها واحد، رجل واحد سعيد وهو بعيد عن الله عز وجل، هذا مستحيل مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يعني ألا يرون أنهم في قبضتنا؟ إلى أين تهرب؟ أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض. يعني تلاقي زلزال، مدينة وادعة حالمة، أبنية فخمة، شوارع عريضة، إضاءة، حدائق غناء، ملاهي، كل شيء في أوجه، بثلاث ثواني أصبحت تحت الأرض. الله عز وجل العبارة الدقيقة، أنت في قبضة الله، بأي ثانية يجعل حياة الإنسان جحيما. فهذا الذي في قبضة الله، قلبه بيد الله، ورئتيه بيد الله، وكليتيه بيد الله، وشرايينه وعصابه وعضلاته ودماغه وأجهزته وغدده وزوجته وأولاده وعمله ودخله أعداؤه أصدقائه، كلهم بيد الله. وأي تغيير طفيف في عمل الأجهزة جعل حياة الإنسان جحيما. ما دمت في قبضة الله كيف تعصيه؟ هو سؤال خطير. ما دمت في قبضة الله دائما كيف تجترئ على معصيته؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض. تارة صواعق، تارة براكين، تارة زلازل، تارة فيضانات، تارة صقيع، راح المحصول كله ثواني. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الأمطار إذا اشتدت جرفت كل شيء، والرياح إذا اشتدت قلعت كل شيء. يعني في قبضة الله من باب الماء ومن باب الهواء والأمطار والثلوج. يعني أولم يروا أننا في قبضة الله؟ مدن بأكملها غمرتها البراكين في العصور السابقة كشفت فجأة بإيطاليا، مدينة في أوج نشاطها 8 أمتار غبار بركاني أحرقها وأماتها، الآن يكشفون الآثار. نحن في قبضة الله دائما. فيا أيها الإخوة، كيف نعصي الله ونحن في قبضته؟ على ماذا نستند؟ ما الذي نؤمل؟ على من نعتمد؟ أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يعني هذا الدرس في 3 مراكز ثقل. أول مركز، يجب أن تتمتع برؤية صحيحة. هذه الرؤية الصحيحة هي نور يقذفه الله في قلبك. إذا عرفته واستقمت على أمره رأيت الحق حقا والباطل باطلا. ومن تمتع برؤية صحيحة لا يندم على شيء فعله ولا على شيء تركه. وهذه بطولة، ألا تقول يا ليتني قدمت لحياتي، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يا ليتني فعلت كذا وكذا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي بطولة. الشيء الثاني، إذا كنت مع الحق ما في عندك مفاجأة أبدا، إذا كنت مع الباطل عندك مليون مفاجأة، هذا الباطل سوف ينهار. أما إذا كنت مع خالق الكون، مع منهج الله عز وجل، سنة وسنتين وخمسة وعشرة وسبعين سنة والحق حق والباطل باطل، ما في عندك مفاجآت بحياتك. ما حتلاقي والله ما كنت عرفان، لا أنت كنت عرفان. النقطة الثالثة، أنت إذا طبقت هذا القرآن وصلت إلى الواحد الديان، هو العزيز، هو القهار، هو الذي أمره نافذ
مشيئته واقعة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنت مع القوة الوحيدة في الكون. نعم. والفكرة الرابعة، إذا جعلت الدنيا كل همك كنت فيها ضالا معذبا. أبدا، كنت فيها ضالا معذبا. إذا جعلت الدنيا هي كل شيء، هي شيء، هي ممر وليست مقر. نعم. وأنت في قبضة الله فكيف تعصيه؟ آخر فكرة، أنت في قبضته كيف تعصيه؟ والحمد لله رب العالمين.